اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نتواصل معكم على الهواء مباشره عبر صباح الشروق وعبر المساحات الخلابيه ومساحات العافيه. دائما ما تكون هناك روشتات صباحيه لكل مشاهدينا الاعزاء من خلال عدد مقدر من الضيوف اللي حينضموا لنا داخل الاستديو دائما لنتحاور معهم. ودائما مشاهدينا الكرام ما تكون هناك عدد من المحاور مع ضيوفنا الاعزاء. نعم، عدد من التقارير ان شاء الله سنقدمها خلال هذه الحلقه من صباح الشروق، وايضا وقفه مع الملف الرياضي والملف السياسي عبر موقعنا الانترنت الشروق دوت نت. كثير من الاخبار التي سنطالعها بالقراءه والتحليل، وايضا عدد من التقارير التي يقدمها مراسلي قناه الشروق الفضائيه المنتشرين في كل المدن والقرى وايضا الولايات السودانيه. احنا بنقدم لهم التحيه، هم دائما يبثوا تقارير عبر صباح الشروق تهتم بحياه الانسان، توثق للحياه السودانيه في تلك المناطق وايضا لكل الانشطه المجتمعيه. نعم، بكل تاكيد اهتمامنا ايضا بكل شرائح المجتمع المختلفه، الصغار والكبار. وعندما نتحدث عن الأسرة نتحدث عن مفاهيم كثير جدا تهم الأسرة، لكن دائما التقارير ما تكون حاضرة في صباح الشروق، وعدد مقدر أيضا من التقارير موجود معنا من خلال فريق العمل هذا اليوم. نعم، التقرير القادم لجان المقاومة بأمدى قرسي وأصدقاء الطيب أمدى قرسي أقاموا أمسية شعرية ازدانت بالحضور والكلمات، وأيضا كان فيها تكريم لعدد من رموز المنطقة. شباب أمدى قرسي يجتهدون في الخدمات فيما يخص الطرق والبنية التحتية وكثير من الخدمات الأساسية يقدمها شباب أمدى قرسي، بالإضافة لفعاليات المجتمع المختلفة في المجالات الثقافية والرياضية وأيضا المجتمعية. نتابع عموما التقرير القادم ونعود مرة أخرى داخل الاستوديو. ماشيين في السكة دي لحد ما نصل لأبعد نقطة ممكنة، لحد ما تكون عند قرسي جميلة، ولحد ما كل شاب يساهم في إنه يودي عند قرسي لقدام. فيها كثير من الحضور، فيها متحدثين باسم لجان المقاومة التنسيقية بالمحلية والولاية، وفي حضور فعال جدا من اللي هو المتحدث باسم لجنة المقاومة. اليوم الموافق 8/11/2019، ونتمنى انه تكون ليله ثقافيه جميله وتناقش القضايا الاساسيه في الوضع الراهن في الفتره الانتقاليه. ونرحب بالضيوف اللي بينضموا لنا في هذا البرنامج. وطننا حبيبنا رغم البيك هي الأشواق، حنيننا إليك زين يا زين يظل دفاق، يخلي البيننا بين واديك أناقي غزيرة ما أفراق، بما إنه المطر بيصب طبيعي إنه البحر ما راق، كما أنه العكار من طين كمان من طين فجر رواق. نحن في ليالي السلام الثقافية، نحن مجموعة أصدقاء
الجميل الطيب أم دقرسي، نشاركهم هذه الليلة الثقافية المقامة على شرف التغيير الحاصل والوضع في الوضع. شكرا جزيلا لزميلنا أمجد على هذه المادة وهذا التقرير الجميل. تحية خاصة جدا من خلال صباح الشروق عبرك يا أمجد لكل قادة المقاومة بأم دقرسي وأصدقائي الطيب أم دقرسي، وهذه اللفتات المعنوية الجميلة من خلال انتشار ثقافة التكريم وبصورة عامة أيضا الاحتفاء بالتغيير في كل مكان في هذا الوطن الحبيب السودان.